الكردية أو هنانا باللهجة العراقية تعني أننا هنا، وهنا بالتحديد نعني سفح جبل أزمر، وهو الجبل المفضل لأهالي السليمانية وزوارهم من مختلف أنحاء العراق لتمضية أوقات استرخاء واستمتاع، ولا سيما في عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية والأعياد. ولكن هذه المدينة محاطة بالجبال، فلماذا جبل أزمر؟ سنكتشف معا. جينا من بغداد نرفه الأولاد، جو حلو مناسب، يومين ثلاثة ونرجع إن شاء الله، نرجع لبغداد. مسكنت بغداد بس إحنا أكراد، دائما نجي هنا سياحة والصيف لأن قرايبنا هنا نجي نشوفهم. التلفليك هو واحد من الفعاليات المميزة في جبل أزمر. هنا يمكن للناس أن ينتقلوا من سفح الجبل إلى أعلاه وأن يطلوا على المدينة إطلالة بالفعل ساحرة. كل شيء جميل هنا، المدينة والجبل والإطلالة. هسه كنا واقفين هناك على جبل أزمر، كانت باردة كلش، يعني الجو كلش بارد، ويعني نتونس نشوف المنطقة السليمانية كلها من فوقها. جينا من شو اسمه الدواعش ب 2015 نسبة نزوح، وضلينا رجعنا على الموصل ودلينا نجي السياحة 3 مرات و4 مرات. احنا من الحلة نجي دائما على سليمانية، نصعد بالتلفريك، وهنا الطقس كلش حلو، وهسه بعد نكمل الألعاب، مدينة ألعاب وحديقة الحيوانات. تشاري سليمانية يعني في السليمانية تلفريك وحيد هو تلفريك جبل أزمر، وخلال المناسبات مثل الأعياد كالنيروز يستخدم التلفريك نحو 2000 شخص يوميا، حتى في الشتاء حين تغطي الثلوج كل الجبال يصعد الناس إلى الجبل بالتلفريك للتصوير والاستمتاع بمنظر المدينة من قمة الجبل. كأننا نهبط في بحر من ضوء، هكذا تبدو السليمانية من قمة جبل أزمر، وهذا المشهد إضافة إلى الأمان والمناخ يجعلان من هذه المحافظة مقصدا للسياحة الداخلية من كل محافظات العراق. ملك خالد، جبل أزمر، السليمانية، الميادين.